إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الأثناء تدور مواجهات في بلدة بورقة قضاء رام الله، وحرائق تشتعل في منطقة بورقة في هذه الأثناء، والأوضاع هنا جد ساخنة. بعض الإصابات أصيب بها شبان فلسطينيين بالإضافة إلى متطوعين. هنا نحاول أن نجري أو نرصد الصورة في هذه الأثناء ونأخذ آخر التطورات هنا. أستاذ وليد يعطيك العافية. إذا الأحداث منذ صبيحة هذا اليوم، وما زلنا على الهواء مباشرة ننقل تفاصيلها. قمع للفلسطينيين، اعتقال بالإضافة إلى إبعاد، ما الذي يجري هنا؟ نعم، هنا رغبة إسرائيلية بالتوسع كما تعلمون، محاولة إنشاء بؤرة إرهابية للمستوطنين هنا للسيطرة على أرض المواطنين الخاصة. منذ 20 عام يمنعون المواطنين من الوصول لأراضيهم. يأتي الجيش اليوم لمساندة الإرهابيين المستوطنين الذين أقاموا هنا خيمة في وسط حقول الزيتون ويقوموا بالاعتداء على المواطنين. منذ 3 أيام يحاول المواطنين الدخول لأراضيهم ويتعرضوا لاعتداءات. تم تكسير سيارات المواطنين من قبل المستوطنين، وتم ضربهم بالحجارة في رؤوسهم، وتم طرد النساء من هنا من حقول الزيتون. ولذلك استنجد بنا أصحاب الزيتون لنجدتهم لتقديم المساعدة لهم لحمايتهم أثناء من المستوطنين. وحضرنا يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، وها نحن اليوم يوم الجمعة بالمئات هنا لمساعدتهم. تمكننا من الوصول بعد مواجهات عنيفة عدة مرات. أنت تعلم المواجهات على مدخل القرية أولا، ثم على بداية حقول الزيتون، لكن نحن الآن على بؤر فقط 100 متر أو أقل، 50 متر من البؤرة الاستيطانية. وتدور كما ترى المواجهات العنيفة، يحاول الجيش إطلاق القنابل بشكل دائم علينا، ولكن نحن أخذنا قرار بأن نمكن المزارعين من حراث أراضيهم وتوفير الحماية لهم في هذه الأراضي. إن شاء الله اليوم ستكون هذه بداية للعودة إلى هذه الأراضي التي حرمنا منها منذ 20 عاما. أشكرك. إذن متابعينا الكرام، نواصل هذه التغطية في هذه الأثناء. إذن الشبان يحاولون إطفاء الحرائق، والجيش والمستوطنين في المنطقة المقابلة كما تشاهدون. الأوضاع هنا اندلعت منذ صبيحة هذا اليوم، إذ تتواجد عشرات الشبان الفلسطينيين بالإضافة إلى مقاومة هيئة الجدار وشباب فزعة الذين تواجدوا بكثافة في هذه الأراضي الممتدة من بلدة بورقة إلى بتين والمناطق المحيطة. هنا الاشتعال للنيران كبير، يحاول الشبان إطفاء النيران، لكن من الواضح أن جراء يعني الجو هنا تنتشر النيران في أكثر من منطقة. النيران دلعت بفعل قيام المستوطنين بإلقاء، أو الجنود الاحتلال عفوا، بإلقاء ما يعرف بالقنابل الصوتية والمسيلة للدموع. هنا خشية من الأهالي أن يتم حرق أشجار الزيتون التي تمكن الأهالي من الصمود في أرضهم. هنا المستوطنون بدأوا بالنزول في المنطقة الأخرى، وتجمهر للمستوطنين في هذه المنطقة. إذا متابعينا الكرام، على شبكة جي ميديا الإعلامية ما زلنا في هذه التغطية المتواصلة. هناك اعتداء الآن على سيارات الإسعاف والمواطنين، اعتداء إذا متابعينا الكرام يجري في هذه الأثناء، اعتداء على الشبان الفلسطينيين وإطلاق نار وقنابل مسيلة للدموع واستهداف سيارات الإسعاف بالإضافة إلى المواطنين الفلسطينيين. إذا متابعينا الكرام، في بلدة بورقة منذ صبيحة هذا اليوم، والمواجهات كر وفر بالإضافة إلى عمليات قمع متواصلة للاحتلال الإسرائيلي مع الشبان. هنا يتواجد أيضا عشرات المستوطنين في الجهة المقابلة، يحاولون إطفاء بعض الحرائق التي اندلعت في حقل هم زرعوه للسيطرة على أراضي، لكن كما تشاهدون قنابل مسيلة للدموع بشكل عنيف وإطلاق للقنابل بشكل كبير. إذا الآن النيران تشتعل أيضا في كل مكان. إذا المستوطنون أيضا ينزلون في هذه الساحة. إذا الأوضاع جد هنا ملتهبة. يا الله، خذ محمد. إذا النيران تحرق أشجار الزيتون أيضا. هنا الأوضاع كما أشرنا، الأوضاع صعبة للغاية. إذا النيران تلتهم للأسف أشجار الزيتون في هذه الأثناء، والاحتلال هو من قام بإشعال النيران عبر إطلاق قنابل مسيلة للدموع بالإضافة إلى القنابل الصوتية. إذن متابعينا الكرام، نواصل وإياكم هذه الجولة التغطية، جولة التغطية من بلدة بورقة قضاء رام الله.
إذن كما تتابعون مشاهدينا الكرام حرائق في كل مكان، الاحتلال يتواجد والمستوطنون عشرات المستوطنون يتواجدون في هذه المنطقة، وكابو لقليل تم استهداف الشبان عبر إطلاق القنابل الغازية والصوتية باتجاه الشبان. كانت هناك إصابات لبعض الشبان الفلسطينيين، والأوضاع هنا ما زالت على حالها. إذن هنا مناشدات للدفاع المدني الفلسطيني للحضور لقيام بإطفاء النيران التي اشتعلت بحقول الزيتون المتبقية في هذه الأرض التي يسيطر عليها المستوطنون. إذن وصلتنا قبل قليل مناشدات للدفاع المدني الفلسطيني للتواجد في هذه المنطقة لإطفاء الحرائق التي اشتعلت في أكثر من منطقة. هذا الزيتون هو زيتون معمر تبلغ أعماره مئات السنوات والتي تعبر عن هوية الأرض هنا في هذا المكان. إذن متابعينا الكرام ما زلنا وإياكم على شبكة جي ميديا الإعلامية في ظل هذه المحاولة الاستيطانية للتمدد في هذه الأرض التي تقع في بلدة برقة قضاء رام الله، والتي ينتشر من خلالها قوات الاحتلال بالإضافة إلى المستوطنون الذين حضروا تحت حماية الاحتلال الإسرائيلي. هنا يحاول الشبان منع تمدد النيران باتجاه أشجار الزيتون. إذن هناك محاولات لوقف النيران، لكن النيران تنتشر بشكل سريع في ظل محاولة الشبان الفلسطينيين لمنع تقدم النيران باتجاه أشجار الزيتون. إذن متابعينا الكرام بدأت الأحداث منذ صبيحة هذا اليوم حين وصل عشرات الشبان الفلسطينيين بالإضافة إلى الأهالي إلى هذه المنطقة، والذين بدأوا بعملية الانتشار في مزارع الزيتون. أثناء ذلك قامت قوات الاحتلال بالإضافة إلى قوات مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين الصهاينة الذين وصلوا إلى المكان، وكانت قبل قليل مواجهات ما بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي. كما تشاهدون الآن في خلفية الصورة تواجد للمستوطنين، محاولة للشباب لمنع انتشار النيران. هنا اتهام من الأهالي لقوات الاحتلال عبر إطلاق النار وأيضا إطلاق القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية التي تسببت في هذه الحرائق المنتشرة. كانت مناشداتنا الأهالي بضرورة يعني إيقاف النيران عبر الدفاع المدني والفرق المتطوعة المتواجدة هنا. انتشار النيران أصبح في أكثر من منطقة، وتواجد الاحتلال واسع أيضا في هذه الأثناء بالإضافة إلى المستوطنين. إذن الأوضاع هنا متوترة للغاية متابعينا الكرام في ظل انتشار النيران بالإضافة إلى قوة القمع التي تمت خلال الساعات الماضية هنا في بلدة برقة، والتي تسببت إلى عديد الإصابات. وكانت قوات الاحتلال قد منعت الصحفيين وهاجمتهم أثناء عمليات التغطية في هذا المكان. إذن متابعينا الكرام نواصل وإياكم هذه التغطية في هذه الأثناء على شبكة جي ميديا الإعلامية، والتي من خلالها نرصد حركة المستوطنين بالإضافة إلى تواجدهم في هذه المنطقة. نطلع نشوف المستوطنين. حاجزا بعد اخر هو الذي جن جنون الجنود وبداوا بحرق الزيتون، ولذلك
إذا محاولة الشبان للحد من اشتعال النيران واشتعال أشجار الزيتون يعني تكاد تتكلل بالنجاح، لكن حتى الساعة كما تشاهدون المستوطنون يتواجدون في المنطقة الأخرى، وهنا الشبان يحاولون منع انتشار النار باتجاه أشجار الزيتون، لكن من الواضح أن هناك اشتعال واسع للنيران في هذه الأثناء بعد أن حاول الشبان السيطرة على النيران. ما قصدي مشان هيك نروح هناك. تبطل الصورة. إذا النيران تتسع، والخوف هنا من الفلسطينيين أن يتم احتراق أشجار الزيتون التي تعتبر هي الأساس في حماية وجود هذه الأراضي. إذا هناك محاولة الآن لمنع انتشار النيران، لكن للأسف سرعة النيران أسرع من قدرة الشباب العزل هنا لوقف امتداد النار هنا في هذه المنطقة. انتشار واسع مشاهدينا الكرام للنيران، ومحاولة الشبان الفلسطينيين للأسف لم تكن قادرة على إيقاف احتراق أشجار الزيتون في هذه المنطقة، والتي كانت قد تسببت بها عملية إطلاق القنابل الصوتية التي كانت تشكل حالة احتراق، مما يؤدي إلى توسع عملية الاحتراق هنا في هذه المنطقة. إذا نتابع وإياكم مشاهدينا الكرام هذه التغطية التي تتواصل على شبكة ميجي ميديا الإعلامية، والتي ننقل من خلالها تطور الأوضاع هنا في بلدة برقة قضاء رام الله، والتي تشير هنا إلى حجم التواجد الاستيطاني الذي يحاول السيطرة على هذه المناطق بكليتها. إذن هنا يتواجد حتى الساعة النشطاء الذين جاءوا لمساعدة الأهالي في بلدة برقة لمنع توسع النيران في هذه المنطقة ومساعدتهم بقطف زيتون. يعطيك العافية، تعرضت قبل قليل لاعتداء من قبل قوات الاحتلال، وهنا كانت محاولة لقطف الزيتون، النيران تشتعل، كيف تجدين الصورة؟ يعني الوضع مأساوي ومؤلم، مفترض نكون كلنا مع بعض موجودين مع الأهالي هون لحتى ندافع على هالأرض. النيران مش قادرين نطفي الزيتون، الدفاع المدني بقدرش يوصل هون أمامنا، بيحترق الزيتون، تحترق معاه أرواحنا وقلوبنا. الحقيقة المفروض كلنا نوقف إيد واحدة لحتى نحمي هاي الأرض ونحمي السكان ونحمي الزيتون والأرض. يعني كما وصفت المشهد موجع، يعني ما الذي يعني للفلسطيني وجود هذه الشجرة على هذه الأرض في هذه المنطقة؟ هي استمراريته، هي روحه، هي وجوده على هالأرض. نستمد من الزيتون روح بقائنا، روح استمرارنا، تعني لنا الحياة. يعني ترمز الزيتون، ترمز لفلسطين، وهذه شجرة مقدسة. يعني أنا رؤية الشجر وهو بيحترق قلبي. يعني حاولنا بس النيران واتجاه الرياح لا يسمح بعمل الكثير. يعني أنت شاهدت عيان، هناك يعني صورة ستخرج للعالم، وسيقول الاحتلال لسنا نحن من قام بالحريق،
انت اللي شفتي بعينك كيف تولد؟ طبعا قنابل الغاز وقنابل الصوت اللي برموها على السكان العزل اللي جايين، اصحاب الارض جايين يجدوا الزيتون، جينا احنا نمد كتف معاهم نساعدهم. القنابل الصوت وقنابل الغاز هي اللي ولعت، انتشرت بالعشرات، اختنقت الناس واحترقت الشجر وخنقت الارض. إذن في الصورة المقابلة مشاهدينا الكرام، المستوطنون يتقدمون باتجاه الأهالي، هنا يتواجد المستوطنون هنا باتجاه الأهالي، عشرات المستوطنين بدأوا بالتوافد في هذه المنطقة. إذن المستوطنون بدأوا بالنزول إلى حيث نتواجد، وهناك محاولات الآن للشبان للسيطرة على النيران. إذن هناك محاولات للسيطرة للسيطرة على النيران متابعينا الكرام، وهناك مناشدات من الأهالي بضرورة التواجد لمنع يعني إذن مناشدات إخواننا للأهالي هنا لضرورة وقف اندلاع النيران، خاصة نحن نتحدث عن عراقيب للزيتون التي تعبر عن حجم هذه الأرض وحضورها وبقائها وصمودها من خلال رواية الزيتون وثباتها في هذه المنطقة. إذن متابعينا الكرام، الأوضاع هنا كما تشاهدون صعبة للغاية، الحرائق في كل مكان والزيتون يخشى عليه الأهالي من الاحتراق. إذن مناشدات من الأهالي بضرورة الانتشار في الأرض وحماية الزيتون من الاحتراق، كون سريسة. اوكي. عشان ما يطلعش على الخيمة. إذا المستوطنون الآن لخشية اندلاع النار في خيامهم التي وجدت على الأرض الفلسطينية هنا، يحاولوا أن يمنعوا النيران في هذه الأثناء من الوصول إلى خيامهم. إذا هنا محاولة للسيطرة، حرق في المناطق المنخفضة ومحاولة لمنع النيران من الوصول إلى خيام المستوطنين. إذا المشهد هنا كما تشاهدون، نيران في كل مكان، وجود للمستوطنين، وجود للجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى الشبان الذين ينتشرون في هذه المنطقة والذين يحاولون أن يوقفوا حجم انتقال النار. الأهالي هنا يناشدون على الأقل الدفاع المدني، من يملك إطفائية على الأقل خاصة صغيرة، التوجه إلى هذه المنطقة لإطفاء النيران، كون النيران استحرق أشجار الزيتون التي تعبر عن مساحة الصمود على هذه الأرض. اللي من قدام، إذا بنقدر نمشي لقدام نوقفهم.
إذا وصل المستوطنين في هذه الأثناء إلى مكان تواجد الشبان الفلسطينيين الذين تواجدوا في المكان. سنحاول أن نأخذ رأي أحد الأهالي من أهالي برقة. السلام عليكم، يعطيك العافية، يعني أراضيكم تحترق اليوم، شو اللي بصير؟ والله إحنا إجينا من جبت الزيتون إحنا وأهل البلد، أنا طبعا من بتين، فقام الجيش الاحتلال بدافع عن المستوطنين بدل ما يعطينا الحماية اللي إحنا نخدم أرضنا ونقطف الزيتون منها. فالاحتلال بدعم في المستوطنين ضد أهالي الأراضي وأهالي الشجر، وضربوا علينا قنابل الغاز وقنابل الصوت وولعوا الزيتون، ولعوا تقريبا خلينا نقول ثلثين الشجر الموجود في المنطقة هاي، ومش ملاكين حدا اللي يساندنا يدافع معنا بالنسبة للحريق. يعني النار تشتعل والجيش في الجهة المقابلة يتواجد بكثافة المستوطنين. نعم نعم، ولا أي مساعدة من قبل جيش الاحتلال باتجاه المزارعين واصحابين الأراضي المتواجدين في المنطقة. طيب شو اللي بتطالبوه الآن بشكل سريع؟ احنا بنطالب ان يبكالنا الحماية اللي احنا نخدم شجرنا ونخدم أراضينا، هذه أملاكنا، هذه أملاكنا من آلاف السنين، ويبعدوا عنا هذول الخنازير الموجودين هن اللي هم المستوطنين. انتوا عادة بسهولة بتوصلوا هاي المنطقة؟ لا لا، احنا دائما كل سنة بتصير معانا هاي الحالة اللي هي المواجهات مع المستوطنين ومع الجيش، وبنيجي احنا نخدم شجرنا بصعوبة، يعني نتردد عدة مرات، بدل المرة بنيجي عشر مرات لحتى في موسم الزيتون تا ان الواحد يقدر يقطف الشجرات اللي عنده. اشكرك، يعطيك العافية. اذا مشاهدينا الكرام، مناوشات الان ما بين الشبان وقوات الاحتلال الذين يمنعون الشبان من الاقتراب في منطقة تواجد المستوطنين في هذه الأثناء. هذا البنزين راح تحب، حتى نطلع فوق شوي، خذ كمان خذ كمان، خلي التبيو خلي خلي اذا مشاهدينا الكرام، نواصل هذه التغطيه هنا من بلده برقه وانتشار النيران وتواجد كبير لقوات الاحتلال الاسرائيلي بالاضافه الى المستوطنين الذين يتواجدون في هذه المنطقه. احمل عنكم عطلة وانا اطلع لحالك، خلص ما يعني راح اطلع ورا ترجع بس ما تنفدش. خلوها تحرك البلوطه، بس ما تنفدش حواليها. هذا بتضر شوي. لا لا بتولى، بتمد ايش يا ايمن؟
الأرض نسعى الأطراف لازم نتحكم. يعطيك العافية أبو خيري. يعني ما زال الاحتلال يواصل تواجده هنا، حرائق تمتد في كل مكان. أولا الحمد لله على السلامة. طبعا أبو خيري للسادة المشاهدين هو الرجل الذي ظهر أثناء قيام الاحتلال باعتقاله ثم ضربه العنيف والاعتداء عليه، والحمد لله على السلامة. يعني أفرج عنك قبل أيام، يعني شو اللي بصير اليوم؟ طبعا اللي بصير اليوم انه هاي هي ارض فلسطين، وهاي هي المعاناة اللي بيعانيها الفلسطيني والمزارع الفلسطيني من قبل المستوطنين ومن قبل جنود الاحتلال في حرق ارضه وتخريب ارضه والامتداد الى بيوتنا ولمياهنا ولمقدساتنا. نقول للاحتلال مهما مارست من كل هذه الممارسات لا يمكن لك ان تمنعنا او تنزعنا من هذه الارض أو تحول دون دفاعنا عن أرضنا. نحن حراس هذه الأرض، ونحن أخذنا عهدا لهذه الأرض أن نبقى مدافعين عنها مهما كلف الثمن. لو كلفت أرواحنا، أرواحنا تهون على أرضنا. ونقول للعالم كله أن أرضي علي ما بتهون، ليسمع كل الكون أرضي علي ما بتهون، وليسمع الاحتلال لا يمكن أنك تنول من عزيمتنا ومن إرادتنا. نحن هنا نتصدى لك أيها الاحتلال رغم كل القمع التي تقوم به، لكننا ثابتين في أرضنا، ولا يمكن انتزاعنا، ولا يمكن إبعادنا، ولا يمكن ثنينا عن النضال والمقاومة من أجل تحرير أرضنا ومن أجل كنس كل مستوطنيها وكل جنود هذا الاحتلال من هذه الأرض، لتبقى أرضنا نظيفة وتبقى أرضنا حرة، ويبقى علم فلسطين عاليا يرفرف فوق أراضي تراب فلسطين. أشكرك، يعطيك العافية. إذن مشاهدينا الكرام، كما سمعتم من العم أبو خيري الذي وجه رسالة للمواطن الفلسطيني، رسالة للمجتمع بسبب المس بوجود الفلسطيني على هذه الأرض والحرائق التي انتشرت بفعل إطلاق قوات الاحتلال القنابل الصوتية والغازية التي تسببت في احتراقات واسعة للأراضي.